سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال تعالى في كتابه الكريم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. صدق الله العظيم. الذي أصبح رمزا وشاهدا على صلابة إرادتنا ورفضنا للذل والمهانة. فيه التقينا جميعا وتآلفنا في حب مصر. مصر الثورة، تعددت حركاتنا وتنوعت عقائدنا وأفكارنا، ولكن توحدت أهدافنا. مصر مدنية، نعم مصر مدنية، خيار وحيد لوحدة هذا الوطن بجميع طوائفه. كلمة الإخوة المسيحيين يلقيها القمص بطرس والأنباء، بطرس الأنباء. اسمعونا شوي. لا نجد غضاضة ابدا على وجه الاطلاق ان نسمي جميعا في صوت واحد بسم الله الرحمن الرحيم، اي بسم الاب والابن والروح القدس، اله واحد امين. اسمحوا لي صدقوني، أنا يشرفني وجودي وسط محبتكم جميعا. أنا جيت النهاردة مخصوص من ديري في البحر الأحمر على طول على مجتمعكم هنا في ميدان التحرير، اللي أصبح مفخرة للمصريين كلهم قدام العالم كله. أنا أود أولا أن أحييكم بتحية الإسلام قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما أود أيضا أن أهنئكم بالتحية المسيحية قائلا لكم السلام لكم جميعا من الله. وأنتهز هذه الفرصة وأهنئ إخوتنا وأحبائنا المسلمين بحلول شهر رمضان المعظم، وأيضا صوم العذراء الكديسة مريم في آن واحد. دايما صدقوني هنكون ايد واحدة، مفيش حد هيقدر يفرق بين المصريين ابدا. اسمحوني صدقوني انا ما توسطتش محبتكم علشان اسمع تصفيقكم، انا من غير حاجة لامس محبتكم، وانا وسطيكم عشان اخدم محبتكم وابدي برأيي زيكم بالظبط. احنا مجتمعين هنا من اجل غاية واحدة فقط، كرسالة بنوصلها لمصر كلها وللقائمين في المسؤولية عن مصر، وهي اننا نؤكد مدنية الدولة ودستورها المدني لا غضاضة على وجه الاطلاق. ثورة 25 يناير التي قمتم أنتم بها لم تقم لكي تقوم الدولة دينية في صالح طائفة أو طيار معين، إنما قامت الثورة كيما تقوم الدولة المدنية العلمانية
وكلمة علمانية لا نعني بها الكفر على وجه الإطلاق، إنما نعني بها دستور مدني يتفق وجميع تيارات مصر وجميع طوائف مصر. وأنا أود أن أنقل لكم تفاؤلي وإيماني لهذا البلد التي قال عنها الرب مبارك شعبي مصر، أنها لم ولن تقوم على الأسس التي نادى بها البعض كيما ينتزعون البلاد والسلطة في البلاد لصالحهم. نحن نقدم الحب للكل دون استثناء، نحن نقدم الحب للإخوان المسلمين وللسلفيين كما نقدمها من عمق قلوبنا لأحبائنا الصوفيين، ونقدم الحب للشعب المصري كله.